أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس أن كوادر الوزارة تتابع العمل بكل طاقاتها لبدء العام الدراسي الجديد وجهيا، حيث سيبدأ الطلبة استلام الكتب المدرسية في مدارسهم يوم الأربعاء الأول من أيلول لطلبة الصفوف الفردية، ويوم الخميس لطلبة الصفوف الزوجية لضمان التباعد بينهم. جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أبو قديس أمس السبت اجتماعا لمديرية التربية والتعليم بحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجرمة والدكتورة نجوى قبيلات وعدد من مديري الإدارات لمناقشة آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد. ودعا الدكتور أبو قديس جميع الكوادر في المركز والميدان لتحمل مسؤوليتها في تهيئة البيئة التعليمية الصحية والآمنة لأبنائنا الطلبة من خلال رفع مستوى التواصل والعمل الميداني بما يضمن توفير المقاعد واللوازم الكتب والمعلمين أيضا، وتطبيق البروتوكول الصحي الذي سيطبق بداخل المدرسة أو حتى الجامعة بكل جدية وبكل اهتمام حفاظا على صحة وسلامة الجميع داخل الحرم المدرسي. قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات إن الوزارة جاهزة وبشكل تام لاستقبال 2,000,000 طالب وطالبة وجهيا بمدارسهم في الأول من شهر أيلول. دعونا مشاهدينا الكرام نتحدث أكثر وإياكم حول هذه التفاصيل، وأرحب عبر الهاتف بالمستشارة التربوية بشرى عربية. دكتورة بشرى، بعد التحية، اليوم الوزارة وزارة التربية والتعليم تعلن عن شكل الدوام في المدارس الأردنية سواء الخاصة أو حتى الحكومية مع عودة التعليم وجهيا، دكتورة بشرى، ضمن مجموعة أيضا من الإجراءات ومجموعة من البروتوكولات أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بالتشاركية مع وزارة الصحة أيضا، كيف تنظرين إلى هذه الإجراءات مبدئيا وإلى شكل عودة المدارس أو الدوام داخل هذه المدارس؟ أبناءنا الطلبة على عودتهم إلى مدارسهم يعني بعد يومين إن شاء الله، وأهم أيضا وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة على جهودهم في هذا الاتجاه. أنا أرى أنه ما صدر من قرارات ومن يعني رؤية لوزارة التربية والتعليم حول عودة الطلبة للتعليم الوجاهي حتى الآن مطمئن، وأنا بقول أنه هذا دور وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة هذا قاموا فيه، لكن لا يكفي إذا لم يكن هناك وعي من أولياء الأمور والطلبة في مساندة ودعم هذه القرارات حتى تبقى العودة آمنة في داخل المدارس. وما صدر أيضا عن وزارة التربية والتعليم من مثلا إذا كان هناك اكتظاظ رح يكون في تناوب، خلينا نبدأ في البداية، يوم الأربعاء رح يروحوا الصفوف اللي الفردي لاستلام الكتب، ويوم الخميس الصفوف الزوجي يعني الفردي، طبعا اللي هن أول ثالث خامس سابع إلى آخره الأعداد الفردية، والأعداد الزوجية اللي هو ثاني رابع سادس ثامن إلى آخره لاستلام الكتب. هذا يعني مؤشر جيد أنه بتم على القليلة يعني ضبط العملية منذ البداية، بتم تفهيم الطلاب داخل الحرم المدرسي كيف يمكن أن يتعاملوا في هذه الفترة وفي هذا العام أيضا. نعم دكتورة بشرى، هل يعني ترين أن هذه الإجراءات كافية اليوم لعودة الطلبة بشكل سليم إلى القاعات الدراسية خصوصا بداية العام الدراسي، لما يشهد هذا العام من يعني تواجد كثيف لدى الطلبة والمعلمين، وبعد غياب طويل عن المدرسة قد تكون بداية أو الأيام الأولى أو الأسبوع الأول في المدرسة غير منتظم نوعا ما؟ هو حقيقة كلنا نترقب هذه العودة باهتمام يعني بشيء من القلق، لكن ما بدي أنا أثير القلق في هذا اللقاء، بالعكس أنا مطمنة تقريبا يعني على ما سيحدث، لأنه ما كان بالإمكان أفضل مما كان. يعني إيش الفكرة؟ إنه عندنا أعداد كبيرة من الطلاب، عندنا اكتظاظ في المدارس الحكومية منذ سنوات وليس فقط هذا العام. يمكن أنا كان إلي رأي قبل 3 سنين في المجلس الاقتصادي الاجتماعي على فتح المساجد
للصفوف الأساسية الدنيا، لأنه المساجد لا يوجد فيها صلاة من الساعة من بعد يعني شروق الشمس وحتى صلاة الظهر، والمراحل الأساسية الدنيا يكفيها أن تداوم من الساعة 7 للساعة 12 مثلا. فلماذا لم تفتح المساجد حتى اللحظة؟ ولماذا لم يكن هناك مبادرات مثلا من أصحاب المساجد أو من وزارات أخرى حتى ندعم شوية وزارة التربية والتعليم في حالة اكتظاظ الصفوف؟ لأنه إحنا سمعنا أنهم رح يلجأوا لبعض الأحيان للتناوب وبعض الأحيان للفترتين. يعني أنا كنت بحكيها بالحكي قبل جائحة كورونا، ولكن عبر قناة الحقيقة الدولية أنا بدي أوجه رسالة للخيرين من أبناء هذا الوطن لحماية جيل بل أجيال ومساندة وطن، لأنه الإنسان اللي بده يبني مسجد ليش ما يبني مدرسة؟ وأنا ما بقول إنه ما يبني مسجد، لكن يعمل قاعة مصلى، وبذلك بيكون هو خدم وزارة التربية والتعليم. وهون لن تتوانى جميع الجهات في أنها تقدم الأساس المدرسي والمستلزمات المدرسية. نعم. يعني ليش نستنى لحتى يصير عندنا جائحة وإحنا منعاني من اكتظاظ في صفوف المدارس الحكومية منذ سنوات طويلة؟ نعم دكتورة بشرى، يعني هذه نقطة مهمة جدا التي تتحدثين بها، وأتوقع يعني وزارة التربية والتعليم ستسعى جاهدة لحل هذه الإشكالات في قادم الأيام. لكن دكتورة بشرى، هناك أخبار متداولة يعني وخصوصا على منصات التواصل الاجتماعي بين المواطنين بأنه قد يكون هناك قرار لدى وزارة التربية والتعليم إلى أن يكون التعليم مدمج ما بين التعليم وجاهي وتعليم عن بعد، وقد يكون بالفترة الأولى التعليم وجاهيا ثم تعود الوزارة إلى التعليم عن بعد. كيف تعلقين على هذه الأخبار المتداولة؟ أنا يعني كمان بدي أوجه رسالة عبر قناة الحقيقة الدولية لجميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء معلمين وسواء طلاب وسواء أولياء أمور وسواء في بعض المسؤولين أيضا. ليس ما كل ما يذكر على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح، وليس كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي اللي للأسف لم تعد مواقع تواصل اجتماعي، أصبحت مواقع في بعض الأحيان تناحر اجتماعي. يعني لماذا نجلد أنفسنا؟ لماذا نتوقع الأسوأ؟ لماذا لا ننتظر يعني هذا الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة لاستقبال أبنائنا الطلبة؟ لماذا نقلل من هذا الجهد؟ يعني خلينا نشوف ماذا سيحدث ولا نتوقع الأسوأ. في العام الماضي كنا في عز أزمة جائحة كورونا وحدث ما حدث، وهذا لن يتكرر بإذن الله، لأنه العالم كله يعني تقريبا خلينا نقول إحنا جزء من العالم. إحنا هلأ الحمد لله وضعنا كما نسمع من تقارير وزارة الصحة يوميا في استقرار وفي يعني إن شاء الله نزول في الحالات. وأنا بدي أحكي شغلة، إذا نحن ما تعلمنا من الجائحة فلا فائدة في العودة إلى المدارس ولا إلى الجامعات. إذا الطالب لم يتعلم أن يلتزم، إذا المعلم لم يتعلم أن يلتزم في التباعد الجسدي وفي الكمامة وفي إذا كان مش متلقي المطعوم يروح يتلقى المطعوم، فأنا بقول لا فائدة من التعليم، لأن التعليم هو أساس لبناء المجتمع، وهو أساس يعني ليست الفكرة في العودة إلى صفوف وإلى قاعات، الفكرة في بناء عقل وجيل وطريقة تفكير. إذا دكتورة بشرى، هل أنت اليوم مع خطوة من قبل وزارة التربية والتعليم أن تدرس يعني موضوع التعلم المدمج، يعني أن يكون هناك حصة حصتان تعلم عن بعد وباقي التعليم يكون وجاهيا في القاعة الصفية، هل أنت مع هذه الخطوة؟ يعني أنا أعتقد أنه طالما أنه توجد منصة لوزارة التربية والتعليم فلا مانع من أنه طلاب يتابعوها في أوقات الفراغ، لكن لن يغني ذلك عن التعليم الوجاهي، لأنه يعني التعليم الوجاهي الطالب لم يفقد فقط تعليم داخل الغرفة الصفية، ولكن فقد كثير من الممارسات السلوكية والتربوية نتيجة بعده عن الحرم المدرسي. لماذا نسميه حرما إذن؟ لأنه يحمي الطلبة ويحمي المجتمع من كثير من الأخطار التي قد يتعرض لها الطفل والمراهق والشاب في الشوارع وفي
وفي حتى مواقع التواصل الاجتماعي، وفي عبر التكنولوجيا التي قد تستخدم بشكل سيء. فأنا بقول لا عودة، يعني مش ما بقول لا عودة يعني هذا قرار الوزارة، بقول يعني لا غناء أو لا غنى سوري لا غنى عن التعليم الوجاهي داخل الغرفة الصفية. وإن شاء الله يا رب ما نحتاج إلى التعليم عن بعد مرة ثانية، لكن لن يضر شيئا أنه يعود الطالب إذا كانت المنصات متواجدة أنه يعود ويراجع دروسه في أوقات الفراغ، لكن لا غنى، وأكرر لا غنى عن التعليم داخل الغرفة الصفية. نعم، إذن أود أن أشكرك المستشارة التربوية دكتورة بشرى عربي.